السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ايوه يا شيخ مصطفى. نعم. مش عارف، انا طلقت زوجتي 3 مرات. نعم. الو. نعم. ايوه. سولي. شيخ. ايوه شيخ. انا نعم. طلقت زوجتي 3 مرات. طلقت زوجتك 3 مرات. ان الله يرجعها. وبعد. المرة الثانية كان اثناء الحيض. تمام. فكان في خدمة سمعنا كذا شيخ يعني، ومعظم جمهور العلماء ان الطلاق يقع، ورأي ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين ان الطلاق يقع في الحيض. تمام. فاحنا في الثانية قلنا ناخد بالاحوط. تمام. اللي هو مذهب الجمهور. بعد كده حصل الطلقة الثالثة. طيب. هل ينفع دلوقتي ان انا ارجع؟ لا 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 لا, لا, لا. ترجع تعيش في الحرام. ما ينفعش اخد راي ابن تيميه. لا لا، هي مش اراء ولا لعب، ادله. انا اختار راي فلان وراي فلان، ادله ادله. الادله هي الحكم الذي يحكمنا. ابن عمر يقول حسبت علي تطليقه. السلام عليكم.